التحليلية من الميادين، حشود للجيش السوري والمسلحين المدعومين تركيا في ريف حلب الشمالي. هدوء ما قبل العاصفة، هل ينذر باقتراب المواجهة؟ الرئيس الأرميني في السعودية بزيارة هي الأولى من نوعها. ما أهداف هذه الزيارة؟ هل تبحث السعودية عن موطء قدم في الخاصرة التركية؟ محكمة بريطانية تنظر في تسليم أسانج لواشنطن. هل يخضع القضاء البريطاني أمام الضغوط الأمريكية ويسلم أسانج؟ وفي قضية اليوم استهداف جودة الحياة. إسرائيل تنفذ هجوما سبرانيا على إيران هدفه المس بجودة حياة الإيرانيين. أليس هذا دأب واشنطن في استهداف الشعوب؟ فما هي وسائل الرد والمواجهة؟ الهدوء في الريف الشمالي لحلب لا يعني أن الأمور على ما يرام. ثمة حشود ضخمة للجيش السوري يقابلها تحشيد للمسلحين المدعومين من تركيا. فهل اقتربت الأمور من الاشتعال؟ هدوء ما قبل العاصفة، هكذا تبدو جبهة الجيش السوري مع مسلحي غصن الزيتون ودرع الفرد في ريف حلب الشمالي. هدوء يبعد عن الحدود التركية أقل من 7 كيلومترات فقط. نحن الآن على خط التماس المباشر من جهة مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي، نتواجد في بلدة منغ. الجبهة تمتد على مسافة تتجاوز 60 كيلومترا، وأهم القرى والبلدات المطلة عليها هي عندقنا الشيخ عيسى وصولا إلى منغ، مرعناز، كشتعار، إلى صواغانية وباشمرة. من آخر نقطة على جبهة منغ يبدو مشفى عزاز الوطني جليا أمام الكاميرا. إلى الغرب منه القاعدة العسكرية التركية جنوب غرب عزاز، واقع يترك الجبهة في حالة استنفار دائم بحسب قائد قوات الجيش السوري في المنطقة. الجيش موجود بكل النقاط على الحد الأمامي على الجبهة 60 كيلومتر، ومعززة وجاهزة ومستنفرة بشكل دائم. تقسم الجبهة هنا إلى 10 محاور قتالية، في مقابل كل محور ركزت تركيا قاعدة عسكرية لها. نحن هون بهالجبهة متواجدين من عام 2018، نحن مرابطين على خط هالجبهة من لما جينا لحد الآن، وطبعا نحن مستنفرين من وقت اللي جينا لهلك. في الطريق إلى هذه النقاط لا بد من العبور بمطار منغ العسكري، إنه المطار الأسطورة الذي دمرته الحرب والمعارك، لكنها لم تغيب دوره في معارك الشمال السوري. عام 2012 شكل مطار منغ هاجسا أساسيا للجماعات المسلحة المدعومة تركيا ودوليا لما له من دور في منع بسط سيطرتها بشكل كامل على ريف حلب الشمالي. اليوم يشكل تواجد الجيش السوري في مطار منغ هاجسا لأنقرة لما له من دور أيضا في قطع أوصال المسلحين في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون نظرا لقربه من الحدود السورية التركية، ويمكن أن يشكل قاعدة عسكرية لانطلاق الجيش السوري في أي عملية عسكرية لإنهاء تواجد المسلحين المدعومين تركيا في هذه المنطقة. رضا الباشا من على مدرج مطار منغ العسكري ريف حلب الشمالي، الميادين. مراسل الميادين رضا الباشا، رضا انطلاقا لمتابعتك لهذا الجبهة في الشمال السوري، كيف يمكن أن نقرأ التهديدات التركية لهذه المنطقة، ولماذا تسعى تركيا إلى التوسع هناك؟ رانا، عندما نلاحظ بأن مسافة 60 كيلومترا تتواجد فيها أكثر من 10 قواعد عسكرية تركية في مواجهة كل نقطة للجيش السوري، كل نقطة تماس أساسية أو محور قتال أساسي توجد قاعدة تركية. هذا يعني بأن تركيا تولي هذه المنطقة أهمية قصوى، لأنها تلبي الطموح الأدنى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحقيق مسعاه من أجل تحقيق مسافة 20 كيلومترا أو 15 كيلومترا كي يقول البعض من الحدود السورية التركية، تغيير ديموغرافية هذه المنطقة، ترك هذه المنطقة تابعة لجماعات مسلحة تابعة
التابعة لتركيا لكي تبقى هي خاسرة في الشمال السوري، يمكن ضرب سوريا من خلالها في أي لحظة. هذه النقاط التي دخلناها مساء يوم البارحة كانت هي نقاط علام أساسية في أي معركة محتملة يمكن أن تكون في ريف حلب الشمالي في ظل التهديدات التركية لهذه المنطقة. هذه النقاط تشكل نقاط أساسية لأنها تعتبر النقاط الأقرب ليس فقط على خطوط التماس مع الجماعات المسلحة، وإنما أيضا إلى الحدود السورية التركية. هي تبعد ما يقارب 6 كيلومترات، وفي أحسن الأحوال هي تبعد 7 كيلومترات عن الحدود السورية التركية، أي أن تركيا تخشى من هذه المنطقة لأنها يمكن أولا تضرب مشروع تركيا في مشروع 20 كيلومترا الآمنة التي تسميها تركيا أنها تريد أن تكون منطقة آمنة على طول الحدود السورية التركية. ثانيا يمكن لهذه النقاط أن تشكل المراكز الأساسية لأي عمل عسكري سوري باتجاه ريف حلب الشمالي في عزاز الباب عفرين وقرى عفرين في هذه المنطقة بشكل كامل. وعلى هذا الأساس لابد من تركيا أن تكون حذرة من هذه المناطق وتسعى من أجل توسيع نفوذها في هذه المناطق ودفع الجيش السوري جنوبا أكثر من أجل أن تلبي الحد الأدنى للأمان للجماعات المسلحة التابعة لها في هذه المنطقة. اسمح لي أن أنتقل رضا إلى قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية. قاسم، من خلال المشهد بكليته، إلى ماذا تسعى تركيا في الشمال السوري أو حتى من خلال الملف السوري، وهل اقتربت المواجهة مع الجيش التركي؟ يعني تسعى تركيا إلى الهروب إلى الأمام. تعبير الرئيس أردوغان بأن صبر تركيا قد نفد وأنه مصمم على القضاء بنفسه على التهديدات السورية، هذا ما حاول أن يبحثه في آخر لقاء مع الرئيس بوتين على أمل أن يجد له مجال للتوسع في هذه المنطقة التي ذكرها الزميل رضا الباشا. لكن في الوضع الأعم أن الرئيس أردوغان هو في أشد اللحظات ضعفا منذ 2011، يتجه في كل الاتجاهات، ينفلش من أوكرانيا إلى سوريا إلى شرق المتوسط، ولم يستطع حتى ليبيا، ولم يستطع أن ينجز تقدم فعلي يساعده على تحسين مواقعه في الداخل التركي، بل على العكس من ذلك، كلما انفلش ولم يحقق إنجازات فعلية ينهار وضعه في الداخل. لذلك هو أمام مأزق، هل يمكن أن يهرب إلى الأمام ويحقق ما يمكن ما يحلم به، أم أن هذه المغامرة ستنعكس عليه عسكريا على الحدود مع سوريا وستنعكس عليه داخليا ودوليا؟ هذا هو المأزق الذي يعيشه الآن الرئيس التركي. أعود إليك رضا الباشا، وأيضا استنادا إلى المعلومات التي ذكرتها في التقرير تحديدا فيما خاص مطار منك، ماذا تريد تركيا من السيطرة على القواعد الجوية في الشمال السوري بالتحديد؟ رانا، تركيا، دعينا نذكر أولا سنة 2007 عندما قام الطيران الإسرائيلي بقصف مركز للبحوث السورية قرب مدينة دير الزور. حينها استخدم الأجواء التركية من أجل الدخول عبر الجبال في منطقة منخفضة والتستر في هذه المنطقة. هنا توجد قواعد عسكرية، قواعد رادارات هي في جبل الشيخ بركات التي كانت ترصد المنطقة بشكل كامل، إضافة إلى مطار منا كانوا يشكل نقطة دفاع جوي ونقطة مطار متقدم قرب الحدود السورية التركية على مسافة 6 كيلومترات. هذه القواعد يمكنها ليس فقط أن ترصد الأجواء السورية، وإنما يمكن للرادارات السورية في هذه المناطق أن ترصد حتى داخل الأراضي التركية، حتى مطار أنجرليك داخل تركيا، قاعدة الناتو في أنجرليك يمكن أن ترصد من خلال هذه القواعد. لذلك نلاحظ بأن هذه المناطق، المطارات العسكرية سواء مطار كويرس، مطار تفتناز، مطار منك، قاعدة الرادارات والدفاع الجوي التي كانت تتواجد في جبل الشيخ بركات، حرصت الجماعات المسلحة على استهدافها كأولى النقاط التي استهدفت في هذه المناطق بشكل كامل، على شاكلة ما جرى في الجنوب السوري عندما حرصت الجماعات المسلحة المدعومة من قبل أمريكا وإسرائيل في تلك المناطق من أجل أيضا تدمير الدفاعات الجوية المتواجدة في الجنوب السوري. ومن هذا الباب نلاحظ بأن السيناريو هو متشابه تماما. تخشى تركيا وجود هذه القواعد لما لها من دور لمنع أي حركة
الطيران التركي أو أي طيران آخر يمكن أن تكون متعاونة مع تركيا من أن يكون الجو مفتوح له في هذه المناطق بشكل كامل، ولذلك تسعى لأن تسيطر عليها وتمنع عودتها للعمل مجددا، وهذا ما يجري في منا وهذا ما يجري في جبل الشيخ بركات وغيرها من المناطق. نعم رضا. إذن الرئيس الأرميني في الرياض سابقة تسجل للمرة الأولى، ترى ما أهداف هذه الزيارة وماذا تريد الرياض من يريفان؟ إنها رحلة الرئيس الأرميني الأولى إلى السعودية وهي الأولى في تاريخ أرمينيا والسعودية. وصل الرئيس أرمين ساركسيان إلى الرياض وكان في استقباله في مطار الرياض الدولي وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبيل. الزيارة صنفت بأنها تحول تاريخي في الشكل والتوقيت، خصوصا وأن لا علاقات بين البلدين. أرمينيا التي نجحت في إقامة علاقات ثنائية مع القوى الغربية والعديد من الدول الأخرى ومن بينها روسيا وإيران والصين، شهدت توترات وعلاقات غير مستقرة مع جارتها الغربية تركيا، ودخلت في حالة حرب مع جارتها الشرقية أذربيجان. يبدو أن السياسة الخارجية لأرمينيا تتجه نحو تأسيس علاقات رسمية مع السعودية، لا سيما مع تنامي دور الرياض في القوقاز والمنطقة. وكالة الصحافة الأرمنية أشارت إلى أن زيارة ساركسيان حملت طابعا عمليا ويمكن وصفها بالتحول الإيجابي في تاريخ العلاقات بين أرمينيا والسعودية. وبحسب الصحيفة الأرمنية كان قد سبقه رفض المملكة العربية السعودية إقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا بسبب نزاع قرباخ الذي لم يتم حله في الماضي نظرا لدعم موقف أذربيجان في هذه المسألة من قبل الرياض كما أفادت وكالة الصحافة الأرمنية. وتبقى أسئلة مهمة، ما الذي يجعل زيارة الرئيس الأرميني إلى السعودية تاريخية؟ وما الذي يجعل هذه الرحلة بالذات تاريخية؟ وهل بدأت السياسة الخارجية السعودية تأخذ منحا يمكن أن يفسر باعتبارها مزاحمة تركيا ومنافستها على المستويين الإقليمي والدولي؟ قاسم عز الدين، يعني نسأل عن أهمية هذه الزيارة ولماذا خرجت العلاقات الأرمينية السعودية إلى العلن الآن؟ يعني هذه الزيارة تمهد لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وتمهد أيضا لتحسين بعض العلاقات التجارية التي هي يعني طفيفة جدا، وتفتح أكثر السعودية على جنوب القوقاز. فالتوجهات السعودية كانت قد بدأت منذ 2018 عبر تبادل الرسائل بين القيادتين الأرمنية والسعودية، وفي 2019 سجلت السعودية خرقا عندما قام سفيرها في لبنان بزيارة كنيسة الأرمن في الجالية الأرمنية في لبنان، بل ذهب أيضا لزيارة النصب التذكاري للإبادة الجماعية، واعتبر هذا الأمر مؤشرا على بداية التحول باتجاه الانفتاح على أرمينيا. وأيضا عندما تغلغلت تركيا أكثر في ودخلت في المعركة ضد أرمينيا، هذا فسح المجال بشكل واسع لأن تدخل السعودية على الخط، خاصة أنها فقدت الأمل من أن تلعب دور الوسيط بين أذربيجان وأرمينيا. في هذه اللحظة تتجه السعودية صوب جنوب القوقاز، وتتجه إلى ما تسميه مزاحمة تركيا في هذه المنطقة. وربما نفصل في النقطة الأخيرة التي ذكرتها قاسم في المداخلة الثانية. موسى سرور مراسل الميادين، وزيرة الخارجية البريطانية كانت في السعودية منذ أسبوع تقريبا، أي مستوى من العلاقات البريطانية السعودية تبحث عنه لندن؟ بالتأكيد من أجل تعزيز العلاقات التجارية والأمنية، وهذا ما صرحت به ليز تروس أثناء زيارتها
للدول الخليجية وتحديدا للمملكة العربية السعودية. بريطانيا تبحث عن تعويض لخسائرها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. التجارة ما بين البينية بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا تشكل نحو 7% من حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أي ما يقدر بحوالي 60 مليار دولار. وبالتالي تريد المملكة المتحدة الاستثمار فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاقتصاد البديل، فضلا عن التعليم وأيضا في القضايا الصحية. وبالتالي بريطانيا تسعى أن تستثمر المملكة العربية السعودية أيضا في السوق البريطاني بسبب حجم البطالة التي تعاني منها المملكة المتحدة. وبالتالي هذه هي الأهداف الأساسية لزيارة ليز تروس. وبالمناسبة ليز تروس قبل التعديل الوزاري كانت وزيرة الأعمال الدولية في حكومة بوريس جونسون السابقة، وهي التي دافعت عن تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية التي بلغت نحو 5 مليارات جنيه استرليني منذ الحرب السعودية على اليمن. نعم، أعود إليك قاسم، واستكمالا للفكرة التي بدأتها، هل يمكن الحديث عن توجهات سعودية للتواجد في محيط تركيا؟ لماذا وكيف؟ نعم، بدون شك هذا البحث السعودي للتواجد حول تركيا، أولا بشرق المتوسط عبر تحسين العلاقة مع اليونان وقبرص، وثانيا عبر الانفتاح على أرمينيا لجهة جنوب القوقاز. نتيجة التطورات التي تسميها السعودية مزاحمة، في 2020 صدر تقرير عن مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية يقول أن العائق حتى 2020 أمام العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا والسعودية هو نتيجة أن أرمينيا تقيم علاقات جيدة مع طهران. هذا العائق بدأ يزول لسببين، أولا أن السعودية لم تعد ترى أنه من المجدي أن تناطح إيران بشكل مباشرة طالما أن الحلف الأمريكي وخاصة أمريكا لم تدخل بصراع مباشر مع الجمهورية الإسلامية، من ناحية أخرى أن أذربيجان وضعت كل ثقلها في يد تركيا، وهذا ما يفسح المجال أمام السعودية لأن تزاحم، هذه الكلمة التي يستعملها التقرير، تزاحم وتنافس تركيا في مواقع النفوذ ومن ضمنها أيضا جنوب القوقاز. لكن هذا التنافس وهذا التزاحم هو محدود بطبيعة الحال، لأن السعودية نفسها تراجعت حتى في المؤتمر الإسلامي الذي كانت تراهن به على أذربيجان. واشنطن تحاول مجددا أمام القضاء البريطاني لتسليمها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، خسرت سابقا بسبب خوف القضاء البريطاني من انتحار أسانج. اليوم هل يستسلم للضغط الأمريكي ويسلمه أم يرفض؟ جوليان أسانج مجددا أمام قوس العدالة. واشنطن مصرة على استرداد مؤسس موقع ويكيليكس بعدما حصلت على حق استئناف القرار القضائي البريطاني الذي رفض تسليم أسانج في كانون الثاني يناير الماضي، مشككة في خبير أدلى بشهادة لصالح أسانج بشأن صحته العقلية الهشة. الولايات المتحدة قدمت ضمانات في طلب الاستئناف، منها أن يقضي أسانج عقوبة السجن في وطنه الأم أستراليا. المحكمة تنظر في الطلب الأمريكي، حيث ستتعهد بمعاملة أسانج بشكل عادل عند تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعرف بالضمانات، لكن الجميع يعرف أن هذه الضمانات لا تساوي شيئا. أنصار أسانج تجمعوا أمام مقر المحكمة البريطانية مرددين شعارات تطالب القضاء بالوقوف إلى جانب التاريخ وعدم تسليم أسانج للإدارة الأمريكية. أسانج هو سجين سياسي، وهو أيضا بطل لأنه فضح الحقيقة، والحكومة البريطانية تتعامل مع أسانج بشكل وحشي لأنها متحالفة مع أسوأ نظام في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية.
منظمة العفو الدولية رأت أن الضمانات الأمريكية بشأن تسليم أسانج غير جديرة بالثقة، مستندة في ذلك إلى التسريبات التي كشفت عن مخطط أمريكي سابق باختطافه من سفارة الأكوادور أو اغتياله. المحكمة العليا البريطانية أمام امتحان صعب، فقرارها بحسب المتظاهرين سيترتب عليه انعكاسات سلبية على صورتها ونزاهتها في العالم في حال سلمت أسانج إلى الإدارة الأمريكية. موسى سرور، لندن، الميادين. موسى سرور، ما الجديد في الطلب الأمريكي لاسترداد أسانج، وهل يمكن أن تنجح هذه المساعي؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية أو طلب الاستئناف الأمريكي هو يعني في أساسه يريد سحب البساط من تحت أقدام فريق الدفاع عن جوليان أسانج. يعني لنذكر أن المحكمة السابقة برئاسة باريستا فانيسا باريستا كانت قد قضت بعدم تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب صحية، على اعتبار أنه ربما قد يقدم على الانتحار، ولكنها لم تسقط عنه تهمة مخالفته القوانين التجسس التي هي أساس الدعوة. بالتالي الولايات المتحدة أو طلب الاستئناف حاول أن يلعب في هذه النقطة أو يناور في هذه النقطة، معتبرا أو مشككا في قضية في شهادة أحد الأخصائيين الذي يتهمونه بفبركة شهادة صحية من أجل يعني أن يتهرب جوليان أسانج من طلب يعني من تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى أن طلب الاستئناف يستند أيضا على تقديم ضمانات، سلسلة من الضمانات إلى القضاء البريطاني والحكومة البريطانية بأنه على سبيل المثال لن يتم المساس بجوليان أسانج، لن يتم وضعه في سجن انفرادي، ولن يتم وضعه في السجن الأمريكي المعروف بـ ADX فلورنس في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن حتى الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة بناء على طلب أسانج لنقله إلى أستراليا. وبالتالي هذه الضمانات التي قدمت إلى إلى القضاء البريطاني أشاعت أجواء من التشاؤم لدى أنصاره، وبالتالي ربما قد يستند القضاء البريطاني إلى هذه الضمانات ويوافق على طلب الاسترداد. طيب رضا الباشا، في وثائق ويكيليكس ما هو متعلق بسوريا، أي وثيقة تم كشفها يمكن وضعها في إطار ربما كشف المستور؟ رانا، أعتقد بأن الكلام أسانج وويكليكس تحديدا عن الهجرة من سوريا واللجوء باتجاه أوروبا كان هو الكلام الأخطر الذي كان نهاية عام 2015 بداية عام 2016، عندما كشف بأن هناك مخطط من حكومة الرئيس الأمريكي أوباما تسعى من خلاله لتفريغ سوريا من شعبها، وتحديدا تفريغ سوريا من النخب العلمية أولا، ومن ثم من الأيادي العاملة الماهرة والصناعيين والحرفيين بشكل أساسي في الدرجة الثانية والثالثة. وعلى هذا الأساس فتحت أبواب أوروبا بشكل كامل أمام اللاجئين السوريين ضمن مخطط قيل حينها بأنه مخطط أمريكي يسعى لإفراغ سوريا من هذه النخب، مما يمهد بشكل أو بآخر من أجل إسقاط سوريا أو على الأقل ترك سوريا دولة ضعيفة غير قادرة على النهوض مجددا على الأقل لفترة عقد من الزمن أو عقدين من الزمن. هذه الوثيقة كانت هي بمثابة كشف المستور. طبعا هذا إذا ما تحدثنا عن وثائق كثيرة أخرى تحدثت عن دور للسعودية، عن دور تركيا، عن دور قطر، عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في تجنيد سواء داعش أو حتى الجماعات المسلحة، مساعي بعض المعارضين السوريين من أجل الحصول على السلاح وتمويل الفصائل المسلحة المتشددة. أيضا إضافة الوثائق التي كشفت التورط في تسليح بعض الفصائل المعتدلة في شمال سوريا، وهذا السلاح كان يذهب مباشرة بعد تسليمه للفصائل التي تسمى معتدلة يذهب مباشرة إلى هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة. موسى سرور، وأيضا أستكمل معك الفكرة، ماذا لو لم يتم الانصياع لهذه الضمانات؟ ماذا لو تم رد الطلب الأمريكي؟ أي سيناريوهات متوقعة أو منتظرة لهذه القضية؟
بالتأكيد في حال رد الطلب الأمريكي سيطلق سراح جوليان أسانج من سجن بلمارش، على اعتبار أن حكم المحكمة السابقة في يناير الماضي قضى بإطلاق سراحه، ولكن أبقاه في السجن حتى يتم البت بالاستئناف وانتهاء مهلة الاستئناف المقدمة من الإدارة الأمريكية. ولكن في حال قبل طلب الاستئناف الأمريكي ربما قد تطول القضية، وربما هذا الأمر ما تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يقول أن الإدارة الأمريكية حتى لو لم يتم تسليمها جوليان أسانج تراهن على أمد أو طول أمد المحاكمة جوليان أسانج، لأنه يعاني من أمراض نفسية وأمراض جسدية، وهو موجود في سجن بلمارش. هذا السجن في المملكة المتحدة يعد من أصعب السجون في العالم، هو محاط بحراسة أمنية مشددة، فضلا عن أنه موجود في سجن انفرادي. وبالتالي ربما قد تكون هذه الاستراتيجية الأمريكية في إطالة أمد محاكمة جوليان أسانج، على اعتبار أن ربما قد يستغرق الأمر لرد القضاء موضوع طلب الاستئناف أسابيع، وحتى في حال وافق على طلب الإدارة الأمريكية أو طلب الاستئناف سيتم أيضا فريق الدفاع عن جوليان أسانج استئناف القرار القضائي للمحكمة العليا. وبالتالي هذا الأمر ربما قد يطيل في موضوع المحاكمة، وهذا بالتأكيد سيؤثر بشكل سلبي على صحة مؤسس موقع ويكيليكس. شكرا جزيلا لك موسى سرور، وشكرا أيضا موصول لقاسم عز الدين وأيضا لرضا الباشا. فاصل نحلل بعده قضية اليوم. إسرائيل حددت لها هدفا جديدا في إيران هو المس بجودة حياة المواطنين الإيرانيين. الموقف مترجم حرفيا من الإعلام الإسرائيلي ويتزامن مع الهجوم السبراني على محطات الوقود الإيرانية. فهل هي صدفة؟ عموما هي حرب جديدة على إيران تديرها تل أبيب وغايتها تأليب الرأي العام ضد القيادة وإحداث فوضى. هذا ما يأمله الإسرائيليون، وهذا هو أسلوب واشنطن أيضا في مواجهة خصومها. فالحرب على الشعوب ليست جديدة، سبق أن استخدمتها الولايات المتحدة ضد دول أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط. فهل نجحت؟ السؤال المهم، كيف يمكن مواجهة الحرب على جودة الحياة؟ في حربها المتواصلة على إيران وشعبها لا تترك إسرائيل وسيلة إلا وتستخدمها لتحقيق أهدافها العدوانية، لكن مرور عقود من الزمن من دون تحقيق الأهداف المرسومة لإخضاع إيران جعل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرك مدى فشل الوسائل التقليدية المستخدمة، ما دفعها إلى تبني عقيدة مختلفة حددت فيها هدفا جديدا هو المس بجودة حياة المواطنين الإيرانيين. المؤسسة الأمنية والعسكرية بحسب صحيفة هآرتس بلورت في الآونة الأخيرة مفهوما مفاده أن ضغطا من جانب الجمهور في إيران الذي لا يميل لتفهم المس بجودة حياته يمكن أن يؤثر في النظام في الموضوع النووي. ولهذا فإن الهجوم السبراني على الشعب الإيراني حتى لو لم تقف إسرائيل خلفه وفق هآرتس أضر بآلاف السائقين الإيرانيين ليتلائم مع العقيدة الجديدة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية. هي الحرب إذن على جودة حياة الشعب الإيراني لتحريضه على الحكومة في معركة لا تقل خطورة عن الحروب التقليدية، خاصة أن الحروب الإلكترونية هي الوسيلة لتحقيقها. حروب أقل تكلفة وأشد تأثيرا، ويمكن للفاعل تجنب تحمل المسؤولية المباشرة عنها. محطات الوقود اليوم وربما غدا محطات ضخ المياه والأنظمة المائية والهواتف ومحطات الإذاعة والتلفزيون كلها أهداف تشرع إسرائيل لنفسها استهدافها في إيران في تمهيد للضربة الكبرى وفق التقييم والسياسة الإسرائيلية.
وإذا كانت تل أبيب قد لجأت إلى الحرب السبرانية ضد طهران، فإن الولايات المتحدة استهدفت جودة حياة المواطنين عبر الحصار المباشر، سواء في سوريا أو لبنان أو دول أمريكا اللاتينية، بغية اللعب على وتر الفتنة وتحريض الشعوب ضد الأنظمة التي تقف بوجه غطرستها. محلل الميادين للشؤون الإيرانية والإقليمية ملحم مريا، ملحم، كيف تؤثر الهجمات السبرانية على جودة الحياة في إيران؟ وما المقصود بهذا الكلام؟ رانا، دعيني في البداية أوضح نقطة بأن هذه الهجمات في الحقيقة ليست معقدة كثيرا يستطيع قراصنة عاديين القيام بها، لأنها يعني نحن نتحدث عن منظومات إلكترونية غير محصنة، لأن هذه البنى هي بنى تحتية غير بنى الأمنية أو المنشآت النووية التي في العادة تكون محصنة كثيرا. هذا المصطلح جودة الحياة في الحقيقة استخدمه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تعليقه على الهجمات السبرانية التي حصلت، ولكن بعبارة مختلفة، حيث قال بأن هدف هذه الهجمات هو إيجاد خلل في حياة المواطنين، لكن المواطنين الإيرانيين كانوا واعين واستطاعوا مواجهة هذه المشكلة بالتعاون مع المسؤولين الإيرانيين. لذلك الجانب الإيراني يدرك جيدا بأن الهدف من خلال هذا الأمر هو إثارة غضب المواطنين ضد السلطات من خلال شل مقومات الحياة، وأنا أتحدث هنا ليس عن مقومات الحياة العادية، أتحدث هنا عن رفاهية. لماذا؟ لأن أسعار البنزين في إيران مثلا هي الأرخص عالميا، كل لتر بنزين حقيقة أقل سعره أقل من سعر المياه المعدنية، كذلك الغاز والكهرباء هما الأرخص بل بشكل مجاني يقدمان للمواطنين، بالإضافة إلى المواصلات العامة والمترو وغير ذلك من الخدمات للمواطنين. هذه النقاط تدركها إسرائيل جيدا، لذلك من استخدم مصطلح جودة الحياة هو حقيقة استخدم المصطلح الدقيق والحقيقي، لأن إسرائيل تعول على هذه النقطة، ضرب هذه الرفاهية لتأليب المواطنين ضد السلطات الإيرانية. لكن خلال 24 ساعة الماضية كان المسؤولون الإيرانيون على قدر من الذكاء واستطاعوا استيعاب هذه المخططات. وأنتقل إلى ناصر اللحام من حيث انتهيت، من المحلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية. ناصر، يعني إسرائيل تعول على هذا النقطة كما قال ملحم، هل تستطيع القيام بذلك المس بجودة حياة الإيرانيين؟ كيف وإلى متى؟ تحياتي رانا. في الحقيقة الموضوع ليس مفاجئ لمن يتابع كيفية إدارة إسرائيل للملف الإيراني. جادي أيزنكوت رئيس أركان الاحتلال السابق في ندوة قبل أسبوع بعنوان قتال، كانت ندوته بعنوان قتال على الوعي في عصر التكنولوجيا الرقمية، يتحدث فيها بأن هذه التجربة كانت مرة ضد حزب الله في لبنان، هي نفسها بشكل أكبر ومدني أكثر في إيران، ولكن فشلت لأن ثقافة جمهور حزب الله لا تقبل الرواية الإسرائيلية، بمعنى آخر state of mind، الثقافة التي والمكون الثقافي عند جمهور حزب الله لم يقبل الروايات الإسرائيلية فشلت. أعتقد أنه نفس النتيجة ستحصل عليها إيران كأمة، إيران كلغة، إيران كشخصية قومية، حينما تعرف بأنه هدف إسرائيل وهذا ما تشوف هو تأليب الجبهة الداخلية الإيرانية على الحكم الإيراني، سيكون ردة الفعل معاكسة تماما. نحن نتحدث كذلك، غورا آيلاند تحدث عن سيناريوهات ضد إيران مستقبلية، لكن لفت انتباه قضيتين. واحد، أنه اللجوء إلى هذا الأسلوب من داخل إيران يعني الفشل في مهاجمتها من الخارج. اثنين، أنه هذا صراع مع إيران من جهة وإسرائيلي أمريكي من جهة ثانية. ثالثا، أنه يرافق حالة ماركتينج كاملة، باكيج إعلامي كامل، كامبين يسخر له وسائل الإعلام الإسرائيلية أو المناهضة لإيران أو الصديقة لإسرائيل، وحتى الناطقة حتى بلغات أخرى غير العبرية وغير الإيرانية، بمعنى آخر أنه محاولة إعلامية
تقويضية سيكولوجية للجبهة الداخلية الإيرانية. أعتقد أنه كلمة إيران النهائية لم تقلها بعد لأنها قادرة على تقويض البنية التحتية من خلال الهاكرز. محمد فرج محلل ميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية عن السبراني وغيرها، ما هي الأدوات المستخدمة في مثل هذه الحروب؟ يعني سوف أتحدث عن ثلاث أدوات تحاول إسرائيل والولايات المتحدة في أكثر من سياق ضرب جودة الحياة في أكثر من مجتمع. العامل الأول هو العامل السايبراني وضرب العملات والمساعدات، هذه الثلاث أمثلة التي سأتحدث عنها في شكل سريع إن شاء الله. الجانب الأول الجانب السايبراني، يمكن القول بأن إسرائيل تحاول أن تقول بأننا نحاول البحث عن منصات لضرب جودة الحياة في أكثر من مكان. نحن نعرف أنه من خلال الإنترنت أوف ثينجز، من خلال إنترنت الأشياء، عدد كبير من القطع، محطات الوقود، محطات الكهرباء، محطات المياه، العمليات البسيطة، شبكات الغاز، كلها أصبحت مشبوكة بالإنترنت. إذن تحاول إسرائيل من خلال هذا الفضاء أن تصل إلى هذه المواقع، تؤلب الجمهور على الدولة، تحاول أن تهز ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وبقدرتها على الحماية السايبرانية. ولكن بكل الأحوال إسرائيل نفسها تتعرض لهجمات سايبرانية وحتى من قبل هواة، فبالتالي لا يوجد أحد محصن من الهجمات السايبرانية بشكل أو بآخر، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى روسيا. هذا فضاء جديد، حرب جديدة ولها أدواتها الجديدة أيضا. العالم الآخر يمكن الحديث عنه هو ضرب العملات، وهنالك مثالين واضحين، مثال في فنزويلا ومثال في لبنان. المثال في فنزويلا جرى من خلال تجفيف السلع في الأسواق، وفي لبنان تجفيف الدولار في البنوك. كلتا الحالتين كان الهدف الأساسي منهما أن يتم ضرب نمط الحياة وضرب جودة الحياة للمجتمع في لبنان وفي فنزويلا. في فنزويلا أتت أكلها هذه المحاولة في الجولة الأولى، وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية قبل الماضية تتجه باتجاه المعارضة أكثر، ولكن عندما اكتشف الجمهور هذه الألعاب وأنها بالأساس موجهة ضدهم مباشرة، كانت النتيجة بأنهم عادوا إلى مشروع الثورة البوليفارية تماما كما حدث في لبنان، بأن الالتفاف حول مشروع المقاومة ازداد ولم ينخفض، على عكس النوايا الإسرائيلية، على عكس الأوهام الإسرائيلية، وعلى عكس هذه الطموحات التي سارت في اتجاه مختلف تماما. أعود إليك ملحم ريا، ماذا تمتلك إيران من قدرات يمكنها أن تمنع من خلالها هذه الهجمات أو حتى الحد من تأثيرها؟ رانا، استكمالا لما قاله الزميل محمد قبل قليل، يعني كنت أقرأ خبرا، هذا الخبر يفيد بأن المنشآت النووية الروسية أيضا تعرضت لهجمات سيبرانية، نقلا عن نيكولاي باتروشوف سكرتير الأمن القومي الروسي، وبالتالي هذا الأمر يحصل عادة بين الدول. على كل حال هناك العديد من القدرات التي تمتلكها إيران، تقنية، لوجستية، بالإضافة إلى يعني القدرات الإدارية على مستوى إدارة الأزمة. أولا، ليست المرة الأولى التي تعرض فيها إيران لهجمات سيبرانية، قبل أشهر أيضا تعرضت محطات القطار وقبلها محطات الكهرباء. لكن المهم هنا بأن كل هذه الاستهدافات لم تعطل الحياة في إيران، بل أن غالبية المواطنين لم يشعرون في الحقيقة بأي خلل حصل في البنية التحتية الإيرانية، إلا ما حصل بالأمس. لأن عندما نتحدث عن محطات الوقود نحن نتحدث عن شيء مرتبط بصميم الحياة اليومية للمواطن، أما في الهجمات السابقة لم يحدث أي خلل. لماذا؟ وهذا هو المهم، لأن معظم الأجهزة التي تستخدم إيران في البنية التحتية في المرافق العامة هي صناعة إيرانية، معظم البرامج الكمبيوترية وغالبية هذه البرامج هي إيرانية، حتى أن هناك تطبيقات في الحقيقة تنافس التطبيقات العالمية هي إيرانية الصنع، وبالتالي يستطيع المهندسين الإيرانيين من خلال ذلك معالجة الخلل بسرعة، لأنهم هم الذين صمموا هذه الأجهزة وهذه البرامج الكمبيوترية. النقطة الثانية المهمة، طريقة عمل المسؤولين الإيرانيين. ذكرت قبل قليل أنه خلال 24 ساعة كان هناك مسارعة من قبل المسؤولين الإيرانيين لمعالجة هذه الأزمة. مثلا وزير النفط الإيراني قدم اعتذارا للمواطنين عن هذا الحادث الذي حصل، بالإضافة إلى أن وزارة النفط الإيرانية بعثت برسائل نصية على هواتف المواطنين الإيرانيين تطمئنهم بأن
حصتهم من البنزين المدعوم ستبقى محفوظة. نعم. ونفت كل الشائعات التي تم تداولها في هذا الإطار. هذه النقاط حقيقة هي نقاط مهمة جدا في استيعاب هذا الحادث الذي حصل وهذا الهجوم السيبراني. أتحول إليك ناصر اللحام وأتعمق معك بفكرة ذكرها كل من ملحم ومحمد فرج، ألا يعتبر هذا السلاح سلاح ذو حدين، وماذا عن جودة حياة الإسرائيليين؟ الحقيقة أنه الإسرائيليين لم يشعروا بأي انتصار، وهذا مهم. يعني لم يشعر المستوطنون ولا الإسرائيليون أنه إيران خسرت وأنه هم كسبوا. هذه حرب نقاط استخبارية لا يعلم عنها الجمهور، ولا تستطيع حكومة إسرائيل أن تخرج وتقول نحن اليوم سجلنا عدة نقاط على إيران، بمعنى أثرها على الأرض غير موجود. لكن لو كان العكس سيكون الأثر كبير جدا، وستكون العناوين هذا حينما تم تهكير مصلحة المياه في قضارية أو غيرها كانت الشغل الشاغل لوسائل الإعلام، فاضطرت الحكومة الإسرائيلية لتعلن حينها أنها هكرت بندر عباس ميناء لترضي الجمهور الإسرائيلي. هذا محفوف بالمخاطر على الإسرائيليين. صحيح أنه معه حملة إعلامية كبيرة للترويج لها استخباريا بالتزامن مع تغيير المناصب الأمنية، وروني بار رئيس الشباك الآن ربما يحاول رفع معنويات الجمهور الإسرائيلي، لكن هذا غير ملموس الأثر. نقطة ثانية أنه الخلافات الأمريكية الإسرائيلية هي التي تتصاعد، هي التي تحتل الأنباء، وخصوصا فيما يتعلق بإيران. حتى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية كتبت شهر العسل بين بايدن وحكومة إسرائيل انتهى، بمعنى أنه الآن الخلافات ستكون أبرز. محاولة إسرائيل مسابقة الزمن أجل فرضيات أنها قادرة على إزعاج إيران على أمريكا أن تنتظر، أعتقد أنه لا يوجد اثنين إسرائيليين مقتنعين بأن هذا سيفيد في منع أمريكا من توقيع اتفاق مع إيران. نعم. محمد فرج، هل يمكن لمشاريع التطبيع أن تكون جسرا للهجوم على جودة الحياة؟ كيف وأين؟ يعني يمكن الحديث عن ثلاث اتجاهات أو ثلاث أمثلة. المثال الأول هو إسرائيل تبحث عن ما يسمى العتبات السيبرانية، بمعنى آخر أن تتواجد تقنيا في أكثر من بلد كي تقوم وتنفذ هجمات سيبرانية لضرب جودة الحياة في مجتمع آخر. على سبيل المثال يتم الحديث عن التكامل التقني في الإمارات لتوجيه ضربات سيبرانية باتجاه إيران، أو التواجد التقني في المغرب لتوجيه ضربات سيبرانية لضرب جودة الحياة في الجزائر. ونحن هنا نتحدث دائما ويجب التنويه، عندما نتحدث عن المغرب نحن نتحدث عن النظام السياسي وليس عن المجتمع المناهض للتطبيع بشكل كامل. الشكل الآخر أن التطبيع في جوهره وفي حقيقته وفي ذاته هو ضرب لجودة حياة المجتمعات. كل المؤشرات الاقتصادية في التجارب التطبيعية القديمة والجديدة، على سبيل المثال في مصر والأردن كانت المؤشرات الاقتصادية تتراجع لسبب واحد وبسيط، بأن مشروع التطبيع لا يمكن أن ينفك عن مشروع إعادة الهيكل الاقتصادي الذي تطلبه إسرائيل بشكل دائم من الولايات المتحدة الأمريكية. بالمناسبة إسرائيل دائما تقول بأنه يجب أن تكون مصر دائما ضعيفة، حتى لو لم يكن هنالك رئيس في أي حقبة من الحقب يشبه الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن يجب في حال عاد رئيس يشبه جمال عبد الناصر أن يأتي ويعود على مصر ضعيفة. فبالتالي المطلوب هو تفكيك شكل الاقتصاد بشكل بنيوي وبشكل كامل. هذا حدث بتفكيك القطاع العام في الأردن، حدث بشكل واضح في الإنتاج الزراعي في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي في مصر أيضا. إذن هذه هي التوجه الرئيسي. يمكن الحديث عن المشاريع التي حدثت مؤخرا، على سبيل المثال مشاريع الغاز. مشاريع الغاز أيضا يمكن الحديث الانتقال من استهداف وضرب جودة الحياة في المجتمعات إلى تهديد جودة الحياة في المجتمعات. عندما يصبح الغاز المستورد من إسرائيل في مصر والأردن في مصر والأردن من إسرائيل، عندها إسرائيل تقول نحن قادرون على ضعضعة وزعزعة الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي وجودة الحياة من خلال أننا المصدر لكميات الغاز الكبيرة التي تقوم عليها كل القواعد والمنتجات الحيوية في البنية التحتية للدولة والمجتمع. أعود معك ملحم إلى إيران بشكل خاص. ما الرسالة من إلغاء الرئيس الإيراني مشاركته في مؤتمر جوار أفغانستان في افتتاح المؤتمر؟ رانا، هو ألغى هذه المشاركة وتوجه مباشرة في زيارة مفاجئة إلى وزارة النفط الإيرانية للقاء المعنيين
في هذه الوزارة للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل أزمة محطات الوقود بعد الهجوم السيبراني، وبعد ذلك توجه إلى الشارع إلى عدة محطات عادت إلى العمل وإلى طبيعتها والتقى المواطنين بشكل مباشر. هذا الأمر حقيقة يحمل عدة رسائل وهي رسائل مهمة. أولا أن الرئيس إبراهيم رئيسي لا يعيش في البروج العاجية، هو قريب من المواطنين، قريب من همومهم ومن مشاكلهم، ويوفر كل طاقاته لحل هذه المشاكل. وبالمناسبة هو دأب منذ توليه منصبه على زيارة المناطق المتواضعة والفقيرة والتحدث مباشرة إلى المواطنين الإيرانيين، ولم يسبقه أي رئيس إيراني آخر في هذا الموضوع تحديدا. كذلك النقطة الأخرى، يعني هناك إشارة واضحة من خلال هذه الخطوة التي قام بها الرئيس إبراهيم رئيسي إلى أن أولوية حكومته هي معالجة القضايا الحياتية للمواطن الإيراني. ثالثا هو يحاول من خلال هذا العمل قطع الطريق أمام الأهداف الإسرائيلية التي تحدثنا عنها قبل قليل، أو غير الإسرائيلية. من قام بهذا الهجوم السيبراني كان يهدف إلى تأليب المواطن الإيراني ضد النظام، وبالتالي من خلال هذا العمل الذي قام به الرئيس إبراهيم رئيسي قطع الطريق أمام كل هذه المحاولات. أعتقد بأن هذه الرسائل الثلاث هي الرسائل الأبرز والمهمة من خلال هذه الخطوة التي قام بها الرئيس الإيراني. ناصر اللحام، يعني باتت تل أبيب تعرف قدرات طهران، هل هناك من فوضى في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أم ماذا؟ أنا أقول هناك فوضى، وبالمناسبة أنا ضد مقارنة المجتمع الإيراني، المجتمع العربي، المجتمع السوري مع الجبهة الداخلية الإسرائيلية. يقول للأشقاء المصريين بظرافة بلاش أنت، يعني بلاش إسرائيل تتحدث عن هروب الجبهة الداخلية لأنها عرت الجبهات الداخلية. لو هرب ثور في تل أبيب لا حضر التجول هناك، لا يستطيعون مقاومة لا كوارث طبيعية ولا كوارث شعبية ولا حتى حادث سير. حادث سير كبير على طريق القدس تل أبيب يشل إسرائيل. بالمناسبة المجتمعات القوية والدول العميقة هي الدول العربية، الثقافة العربية، إيران، هذه حضارات عمرها آلاف السنين. إسرائيل بلاش امتياز، بلاش إسرائيل تتحدث في هذا الموضوع، لأنه أي حي في أحياء القاهرة يعيش ويواجه مشاكله لوحده مما واجهته إسرائيل في 70 سنة. وإذا ردت إيران أو غير إيران، وأنا أقول إذا رد الهواة على إسرائيل فيما يتعلق بالهاكرز ستكون حياتهم جحيم، وليس جودة الحياة في إيران ستتأثر، وإنما مضمون الحياة كله في إسرائيل سيتأثر. آخر نقطة أريد أن أقول لها بأنه هذه انتصارات وهمية تسجلها إسرائيل في المعركة بين الحضارة الإيرانية، الحضارة العربية، وما بين الجبهة الداخلية الإسرائيلية. إذا أردنا أن نستشرف المستقبل، إسرائيل لن تكون موجودة أساساً لا في جودة الحياة ولا في رداءة الحياة نفسها. ونستكمل مع محمد فرج في مسألة الاستشراف. هل بات خيار الهجوم على جودة الحياة هو خيار إسرائيلي يمهد لحرب ما، أم بسبب فشل خيار الحرب محمد؟ كلاهما رانا. يمكن القول بأن إسرائيل فشلت في أدوات الحرب المباشرة، كما يتحدث أنتوني كورتزمان في دراسة مهمة دروس حرب 2006 بأن إسرائيل وضعت لنفسها خلال هذه الحرب 5 أهداف لم تستطع أن تحقق أي هدف منها إلا استرجاع جثتي الجنديين المخطوفين. في هذا السياق يمكن لإسرائيل أن تبحث عن أدوات تحاول تجديد ذاتها، تحاول تجديد كيانها من خلالها، والحروب السيبرانية وضرب جودة الحياة هنا أو هناك هي واحدة من هذه الأدوات. هي حاولت ذلك في لبنان من خلال ضرب العملات وضرب البنوك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الخدمة الكبيرة للكيان الاحتلالي، وفشلت ولم تكن تطارد إلا وهما. وفي السكة الإيرانية أيضا لم تستطع استجرار الولايات المتحدة الأمريكية في أعتى موجاتها، في أعتى جولاتها الرئاسية التي تمثلت بدونالد ترامب إلى خوض حرب مباشرة شاملة وواسعة وعامة على إيران. لذلك هي الآن تنظر إلى هذه السلسلة من الحروب الصغيرة على أساس أنها خيارها الوحيد. وفي سياق آخر قد تنظر إليها على أساس أنها مراكمة في اتجاه إنهاك أو استنزاف أو إرهاق الخصم لكي تصل إلى حرب شاملة. ولكن برأيي كلا المسارين لا يمثلان إلا وهما تركض خلفه إسرائيل. شكرا جزيلا لك محمد فرج، وشكرا أيضا موصول لناصر اللحام وأيضا للزميل ملحم ريا، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا. إلى اللقاء. Come on.